السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة موضوع حلقتنا موضوع مهم جدا جدا جدا، وممكن الفيديو يطول شوية بس هو مش هينفع فيه الاختصار، مش هينفع فيه الاختصار. ونصيحة، لو أنت هتقعد تجرف الفيديو يبقى مش هتستفيد منه، يبقى من الأفضل اقفل الفيديو من دلوقتي أحسن. الفيديو لازم تسمعه بالكامل، كله سلسلة مع بعضي، والفيديو مهم جدا جدا، يعتبر أهم فيديو في القناة. كنا بنمشي في مسار معين في بداية القناة، كلها كانت ماشية في مسار، الفيديو ده مسار تاني. الأول هنقول لك فكرة الفيديو إيه، عنوان الفيديو. عنوان الفيديو إزاي تضاعف أرباحك من مشروع تربية أو تسمين الأغنام، تضاعف الأرباح بتاعتك. فعشان تعرف تضاعف أرباحك لازم تسمع معايا الفيديو بالكامل للآخر. أول نقطة، إحنا في الأول كنا ماشيين على كل فيديوهات القناة كانت ماشية على شراء خامات الأعلاف، تشتريها كلها من بره. يعني عملنا فيديو إزاي كيف تستطيع تكوين علف بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن، كلها خامات بتشتريها. وذكرنا المواد الملأة في الأمهات، وذكرت أرخص مواد ملأة اللي ممكن تستخدمها، والقيمة الغذائية في كل مادة عشان خاطر تعرف الحاجة اللي انت تستخدمها أفضل من غيرها، عشان تقارن حتى من ناحية الأسعار. وفي فيديو مقارنة بين خامات الأعلاف عشان تعرف أن الأرخص مع القيمة الغذائية بتاعتها. وذكرنا بدائل خامات الأعلاف اللي هي المخلفات وغيره، كل ده ذكرناه بحيث انك انت توفر في مشروع التربية والتسمين، سواء تربية او تسمين. لكن فيديو النهاردة ليه مسار تاني، وهو دمج مشروعين مع بعض، ازاي تضاعف ارباحك في تربية وتسمين الأغنام، انك تدمج مشروعين مع بعض. ده الفيديو في كلمتين، دمج مشروعين مع بعض، اللي هو تدمج ايه؟ تدمج المشروع الزراعي مع المشروع الحيواني. يبقى مشروعنا هيبقى مشروع مزدوج، مشروع زراعي حيواني. يعني هتاخد أرض تزرعها، والمحصول اللي هتطلعه من الأرض هيتم تغذية عليه الأغنام، سواء تسمين سواء أمهات. طيب الفكرة دي في كلمتين، ودي الفكرة اللي أنا نزلتها، اللي على فكرة اللي كانت الفكرة القائمة عليها مشروع الألف أم اللي نزلته في القناة. طبعا قلنا هتاخد أرض تأجرها تزرعها، المحصول هتأكله للأمهات أو إذا كانت خرفان تسمين. طبعا في استراتيجية لازم تشتغل بيها. الفكرة هنا يعني ناس كتيرة بتأجر، وهقول لك واحد اتصل عليا لما نزلت الفيديو، لأن أنا ذكرت الأم مش هتكلف 2 جنيه في اليوم، 2 جنيه في اليوم كحد أقصى على مدار السنة. يعني النعجة هتاكل معاك بحوالي 700 جنيه 800 جنيه في السنة، وهتاكل احسن اكل، مش يوم تاكل وعشرة لا. ما هو ممكن في واحد من الناس ما بتصرفش 500 600 جنيه في السنه، بيعتمد على المراعي كده وخلاص، بس النعاج بتطلع ضعيفه خالص والخلفه ضعيفه. انا بتكلم على اهتمام وتغذيه، زائد ان الرعي كده حاليا حتى هو مش ببلاش، بفلوس. لما تنزل ارض واحد يعني بتنزل ورا المحصول، ورا جمع المحصول بتدفع فلوس برضك، ولكن بتبقى فلوس رمزية مش فلوس كتيرة، ولكن ما تصلحش في الأعداد الضخمة برضك يعني. طيب قلنا لا إله إلا الله، واحد مهندس دخل والتعليق بتاعه موجود على الفيديو، في اللي هو فيديو مشروع الألف أم. قال لي أنا مهندس زراعي وليه 25 سنة في الأغنام، ما فيش الكلام ده نهائي اللي انت ذكرته، ان النعجة تصرف 2 جنيه في اليوم. النعجة بتصرف أكتر من كده. أحب أقول لك التفكير مش واحد، صوابع إيدك مش زي بعضها. لو كل الناس بتفكر في فكرة واحدة كانت الناس كلها توجهت لتوجه واحد فقط لغير، ولولا اختلاف الآراء لبارت السلع. فأنت اتوجهت بفكرة في دماغك، النعجة صرفت معاك 4 جنيه 5 جنيه في اليوم. دي الطريق اللي انت ماشي فيه، المسار اللي انت ماشي فيه. انا مشيت في مسار النعجة ان شاء الله صرفت معاك حد اقصى 2 جنيه في اليوم، يبقى انا ليه مسار وتريك مسار. دي اسمها الادارة،
والفكره. في حاجه اسمها فكره، في حاجه اسمها اداره. ملكيه الفكره دي طبعا ده قانون يعني بره موجود ملكيه الفكره، بس طبعا انا مش هقول لك ان هي فكره، مش فكره جديده. ناس كتير، وهضرب لك مثال، لان في واحد اتصل عليا ومعاه 50 نعجه ومأجر لهم ارض، وهحكي لك قصته بس عشان تعرف ان هي مش قصه ان واحد بيأجر يبقى خلاص، طالما بأجر ارض وبزرعها يبقى النعجه مش هتصرف معاه 2 جنيه. لا، الاداره ليها دور كبير، وهحكي لك قصته بالتفصيل دلوقتي. خليك معايا عشان تفهم وتعرف ازاي تشتغل وتضاعف ارباحك مظبوط، سواء تسمين سواء امهات. فقلنا الرأي يعني ده بيمشي في مسار، قلت لك صرف معاه كتير، انا في مسار امشي عليه ان شاء الله مش هتصرف معايا. طب ازاي امشي في المسار؟ امشي في مسار ايه؟ ازاي هنعمل ايه عشان نحصل اقل تكلفه؟ اول حاجه في محاصيل بتتزرع في الشتاء طبعا، البرسيم، الذره، البرسيم، الفول، الغله اللي هي القمح، الشعير، دول اساسي في الشتاء، دول اربع محاصيل اساسيين. في محاصيل، محصول الصيف هيكون اساسي الذره، اساسي هيكون الذره. الطريقه هنا بقى دي راجعه للاداره، امتى اشتغل ده، اشتغل ده كام فدان، اشتغل ده قد ايه، النسب قد ايه، الكميات قد ايه، اخزن قد ايه للصيف، كل دي مسار، دي شغل اداري. انا بديك طرف الحبل اللي انت هتشتغل بيه. وعموما ان شاء الله هناخد ارض باذن الله وهنأجرها وهنبدأ فيها باذن الله، وهتكون الفيديوهات كلها من خلال المزرعه باذن الله، من خلال الارض، وهيبقى المشروع زراعي حيواني، وهتبقى كل التفاصيل بالكامل على القناه. هيكون دوره لمده سنه كامله، يعني مش هتبقى فيديو ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا ده ان شاء الله تبقى فيديوهات كتير جدا باذن الله ان شاء الله. وعشان اثبت لكم طبعا ان هي اداره، يعني مش قصه ايجار ارض يبقى خلاص كده انا هنجيب لأم مش هتكلف على 2 جنيه، لا، قلت لكم قصة الرجل اللي اتصل عليا عنده 50 نعجة ومأجر لهم أرض وبيزرعها. فالمهم لما قعدت أتكلم معاه وصلت في الآخر إن النعجة بتصرف معايا 4-4.5 جنيه في اليوم. لما انصدمت عرفت، قعدت أدور معاه على السبب اللي بيخليها تصرف كتير، لغاية ما لقيت إن هو مأجر، السبب هو إيجار الأرض. مأجرها بكام؟ القصة مش إيجار وخلاص، وهنقول لك إزاي تاخد أرض تكون مجزية بحيث إنها تضاعف أرباحك آخر السنة، مش قصة أي أرض أجرها وخلاص. الراجل لقيته مأجر، راجل في كفر الشيخ، مأجر الفدان بكام؟ مأجر الفدان تقريبا 7000 جنيه في الموسم، مش في السنة، يعني في الست شهور في الزرعة. الارض بزرع زرعتين في السنه، مأجرها بحوالي 7000 جنيه في الموسم، يعني زرعه البرسيم بس مأجرها ب 7000. طب لسه في زرعه الذره ب 7000 كمان، يعني اصبح بكام؟ 14000. انا الارض مأجرها بكام؟ الفكره اللي حاسب عليها، رغم ان الارض دي مش رخيصه، تعتبرش رخيصه، انا مأجر الفدان ب 7000 جنيه في السنه، يعني الاتفاق اللي بتفق عليه ب 7000 جنيه في السنه، لكن هو مأجر بكام؟ ب 14000 جنيه في السنة. فهنا عشان كده ضعفت معاه التكاليف، بدل ما 2 جنيه اصبحت ب 4 جنيه. دي نقطة بوريك ان الإدارة ليها دور. طيب أنا دلوقتي أصلاً طبيعي هو في كفر الشيخ وأراضي وسط المساكن، أراضي غالية. الفلاحين بياخدوها بيزرعوها برسيم، بيبيع الإراض ب 150 وب 160 جنيه الوش الواحد، الزرعة الحشة الواحدة. فحواليه فلاحين، ناس عاوزين الأراضي القريبة. واحد اللي معاه بقرتين ثلاثة ده مش هيروح ياخد إيراد، يعني مثلا عاوز يحش إيراد برسيم، مش هيروح على بعض 10 كيلو عشان يروح يحش له إيراد برسيم، عاوز أقرب أرض ليه، العربية أبو حمار الكرو بيحش على الإيراد ولا نص، بيحش على نص إيراد، قصبتين ثلاثة حسب اللي بيكفيه كل يوم ويروح يوديه البيت. إنما أو ياخد البيبة معاه الغيط ويحش لها ويروح بآخر النهار، يعني أيا كان، لكن واحد اللي هو صغار المربين مش هياخد أرض بعيدة، فإيراد بعيد عشان يروح يحش منه. عشان كده الأرض ديت اللي وسط المساكن بيكون إيجارها غالي. أنت عاوز تعمل مشروع، تبعد عن المساكن. طيب أنا الناس اللي بتاخد أراضي زراعية قريبة بيكون إيجارها غالي ليه؟
عشان الناس اللي بتيجي تشتري المحصول منك والفلاحين اللي حواليك. لكن انا لما اروح بعيد انا كده كده مش هبيع محصول. يعني انا لما تيجي تاخد ارض تعمل عليها مشروع زراعي حيواني، تاخد غنمك حتى وان كانت بعيدة الارض 50 كيلو 100 كيلو، انت بتاخد غنمك مرة واحدة تنقلها جنب الارض، بتزرع الارض، اللي بيطلع بتأكله للغنم، اخر السنة او اخر الدورة بعد 7 شهور طلعت مفاطيم عاوز تبيعها بتحملها تنزل بيها على المدينة تبيعها. اصبحت ان انت بتخزن المحصول بتاعك طول السنة لإنتاج حيواني، بتاخده في عربية واحدة بدل ما عربيات رايحة جاية كل يوم تنقل في المحصول، لا هي عربية واحدة اخر الموسم بتحمل الغنم وترجع بيها. يعني بغض النظر العربية واحدة على حسب العدد طبعا مش هت مش هت مش هتشيل 500 راس الف راس، بس المقصد يعني طبعا كل ما كان عدد كبير كل يعني عربية هتشيل بدل ما عربية بتحمل خضار رايحة جاية، لا هتتحول عربية غنم واحدة فقط لا غير طول الموسم. المهم ده كده هتوفر معاك وهتزايد ان انت هتاخد الارض رخيصة. انا واخد ب7000 جنيه يعتبر قريبة من العمار في منطقة اسمها النهضة، في النهضة نفسها في ب10000 في ب12000 في ب13000 في السنة، لكن انا اخترت ارض نوعا ما متطرفة على ترعة وتمام التمام وهي ارض خصبة وكويسة ب7000 جنيه في السنة. هنا كل ما الطرف احسن، انا عاوز اكل الغنم مش عاوز ناس داخلة طالعة عليا عشان تاخد الزرع. فدي فكرة ان انت ما تروحش تاخد في الاراضي الغالية، اعرف ان انت ما عملتش اي حاجة. دي نقطة من ناحية الارض. ومن ناحية الزراعة طيب انا اتكلمنا على المحاصيل بسرعة، قلنا في الشتاء البرسيم والغلة اللي هي القمح والشعير والفول، وفي الصيف اساسي الذرة. طيب انا دلوقتي محتاج اشتري اي خامات من بره. الارض ما زرعتش فول، ما عرفتش ازرع فول، ارض ما بتزرعش فول، ارض مش طالع فيها الفول كويس، مش طالع فيها الغله كويس، طالع فيها البرسيم. عاوز اشتري محصول تاني من بره اسمن عليه الخرفان الصغير او اعمل شويه علف للامهات في الشهور الاخيره من الحمل والشهر الاولين من الرضاعه. بعمل ايه؟ ببيع جزء من المحصول. طب امتى ابيع وامتى اشتري من بره وامتى لا اكله الغنم احسن؟ هضرب لك مثال برضك على الإدارة. من سنتين من سنة ونص تقريبا في مصر هنا تبني القمح، تبني الغلة، تبني القمح، تبني الأبيض، الكيلو فيه وصل لخمسة جنيه. تبني القمح، تبني مادة ملقى ألياف ما فيهوش 1-2% بروتين، وصل لخمسة جنيه الكيلو. والغلة اللي هي القمح بكام المحصول؟ بأربعة جنيه. القمح ب4 جنيه 12% بروتين، طاقة ما شاء الله حوالي 2800 ب4 جنيه، وتب مادة ملقى ألياف خالية من الطاقة يعني يعتبر ما فيهاش طاقة ويعتبر ما فيهاش بروتين ب5 جنيه. ليه ده كله؟ عشان يعني في عادات عند الفلاحين وجدنا كذلك آباءنا يفعلون، هم بيأكلوا تب يبقى لازم التب، جا السنة دي نقص فيها التبن أصبح مولع نار. يا جماعة ما فيهاش الرز بلاش، في الدريس الحجازي ب3 جنيه والتبن الأبيض ب5 جنيه. في الحالة دي أنا لو زرع قمح أو شعير، زرع غلة أو شعير، هنعمل إيه؟ هنأكل نخزن التبن بتاعها؟ مستحيل، إن شاء الله معانا تاكل. لا ده أنا نبيعه الكيلو ب5 جنيه، نبيعه ونروح ندخل بداله دريس حجازي نمرة واحد ب3 جنيه 15% بروتين على الاقل. فهنا برضك الاداره ليها دور. لا انا في الحاله دي ابيع المحصول ده، مش عاوز التبن خالص، ابيعه. امتى اخزنه؟ لما يكون التبن مثلا الكيلو بجنيه بنص جنيه ب75 اه ممكن نجي مخزنه وخلاص، لكن طالما بجنيه ونص ب2 جنيه لا انا نبيعه، بيعه وندخل بداله، ندخل بداله حاجه قيمتها الغذائيه اعلى. فهنا استبدال المحصول برضك ليه دور. ده راجع لايه؟ لأسعار السوق حاليا ب2 جنيه التبن في الدكان، يعني من أرض ممكن يبقى ب170 ب2 جنيه لربع، بجنيه ونص، لا بجنيه ونص في موسم الدريس الحجازي جنبيني هنا في البرج بيوصل، بس الدريس الحجازي مش بنفس جودة الدريس الحجازي بتاع الوادي، جودته أقل، بيوصل ب1800 أرضه. لا أنا نبيع التبن بجنيه ونص ونروح نجيب دريس حجازي.
فهنا ده برضك دي نقطة حبيت نوعنا من ناحية الإدارة المسار اللي تشتغل فيه. فالإدارة مش سهلة، والإدارة عاوزة تشغيل دماغ وتشوف. أنا القناة دي كلها قايمة على أنها عاوزك تبقى مدير. لو رجعت الفيديوهات كلها، ازاي تعمل الفا بعد نسبه السعر ممكن، ازاي تفاضل بين خامات الاعلاف، ازاي تختار الماده الملأة، وادي الفيديو كمان هو ازاي تعمل تضاعف مشروعك، تضاعف ارباحك في مشروع تربيه تسمين الاغنام، كل ده في مصلحتك عشان تنمي تفكيرك. طبعا انا في ناس كتيره بتعتم مش عاوزه تتكلم، مشاريع كتيره ناس بتعتم عليها، لا انا بنوضح لك كل حاجه الموجوده في السوق بالطبيعه. طبعا في كلام كتير والله تاني عاوز اقوله، بس الفيديو كده طول زيادة عن اللزوم. ان شاء الله باذن الله لو ربنا يسر وخط الارض، ان شاء الله زي ما قلنا هيتم عمل فيديوهات مباشره ليها، تطبيق عملي للمشروع عشان تشوف الدراسه العمليه للمشروع يوم بيوم على القناه. وعشان طبعا تتابع كده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.